رسالتي للبابا، انت اللي عملت الاشي الصح والصواب، واحنا فخورين بك، وراح يضل دائما راسنا مرفوع فيك، لانك بطلنا بطلنا وبطلنا وبطل كل العالم. ان شاء الله راح تتحرر فلسطين، والفرد قريب باذن الله، لانه السجن ما بسكر احدا. هم لما اجوا خوونا وسندونا، احنا بوجودهم قوينا كثير وارتفع معنوياتنا كثير كثير. انت محتل راح تضل، مش راح تضل بارضنا، هاي ارضنا ارضنا ارضنا، راح نحررها باذن الله، مش راح تضل فيها ابدا، راح نحررها اليوم 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 ومش بكره، راح نحررها اليوم باذن الله، مش راح تضل فيها ابدا.